أعلنت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي خلال مؤتمر صحفي عقدته المبادرة الوطنية انطلاق معرض البحرين الدولي للحدائق في فبراير القادم. يعتبر معرض البحرين الدولي للحدائق من المعارض الرائدة، ويهتم برسم ملامح مستقبل الزراعة المستدامة في المملكة، كما يعد ضمن أبرز المعارض الزراعية باعتباره محطة متكاملة توفر للمشاركين المحليين والدوليين فرصة لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث التقنيات والابتكارات الزراعية. المعرض يركز على موضوعين رئيسيين، أولاً هو معرض تجاري للقطاع الزراعي، ومعرض مهم جداً ومنصة مهمة لكل من يعمل في القطاع الزراعي للمشاركة، للتعريف بخدماتهم وللتعريف بمنتجاتهم. أما الشق الثاني هو شق مهم جداً أيضاً، هو رفع الوعي والتعليم والتركيز على إطلاع الجمهور على كل ما هو جديد في القطاع الزراعي والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة، الممارسات الزراعية الصحيحة. فهو معرض تعليمي بالإضافة إلى كونه تجاري، وما زلنا مركزين على هذه الموضوعين، ونتطلع أهم شيء من خلال إعلان اليوم إلى دعوة الجهات المهتمة للمشاركة في معرض البحرين دول الحدائق للتواصل مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي لحجز المساحات الخاصة بهم من الآن. اليوم المؤتمر الصحفي للإعلان عن المعرض الدولي 2025. طبعا أهمية المعرض هذا بالنسبة لنادي البحرين للحدائق هو احتفالية مرور 60 سنة على إنشاء النادي، فالاحتفاليات بتكون كلها متركزة حول أن نبين شنو القطاعات اللي احنا أثمرنا في، يعني تم الاستثمار فيها ونجحت ونعتبرها سنوات مثمرة. الأشياء الثانية ان احنا استثمرنا فيها ان المجتمع عنده وعي ان ترى الأمن الغذائي مهم. المعرض يعد مناسبة فريدة لأنه يجمع بين كونه معرضاً تجارياً يسهم في توفير فرص هامة للمؤسسات المشاركة لتنمية أعمالها وتوسيع نطاق أنشطتها محلياً وإقليمياً ودولياً، ومعرضاً تعليمياً بما يوفره من معلومات ثرية وفرص لتبادل التجارب والآراء والاطلاع على أحدث الابتكارات والتوعية بأفضل الطرق والوسائل في مجال العناية بالحدائق والمسطحات الخضراء ورعاية البيئة وحمايتها. نظمت وزارة التربية والتعليم حفل ختام موسم البطولات والأنشطة الرياضية المدرسية للعام الدراسي 2023-2024 بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، والدكتور عبد الرحمن عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، ومسؤولي الوزارة وممثلي المؤسسات والشركات الداعمة، وذلك بفندق الريجنسي انتركونتيننتال البحرين. وفي بداية الحفل ألقى وزير التربية والتعليم كلمة أثنى فيها على الجهود المبذولة لتنظيم جميع الفعاليات والأنشطة والبرامج والمسابقات الرياضية المدرسية طوال العام الدراسي، مقدما شكره للقائمين عليها من إدارة التربية الرياضية بالوزارة والقطاعات المساندة، مشيدا بالدعم المقدم من الرعاة ومن المؤسسات الحكومية الأخرى.